الجميع التي ستحضرها الاجتماع. يتم الشريعة موضوع الاجتماع وهو دراسة بعض التهديدات التي ستجرى الحالة المخططة على هذا البرنامج اللي نصرفنا عليه بتاريخ 31 مارس 2019. 2019 يعني في تاريخ 21 مارس 2019 انعقد 14 اجتماع صدقت من خلاله اللجنة على مجموعة من المشاريع في البرنامج الأفقي، لكن بعد صدور البرقية الإدارية المؤرخة بتاريخ 12/2019 التي ألغت بموجبها يعني دخل القص للاندياج، وبالتالي ما توقف عن ذلك من إلغاء تلك الاعتمادات، كان لزاما أن يتوقف عن ذلك وهو إلغاء ماشي إلغاء ولكن ضرورة الدراسة بعد التعديلات التي لم تسبق عليها بهذه الحالة. إذا هذه التعديلات التي تشتم إلا من خلال الوفاق انتم كأعضاء اللجنة. ربما الجانب اللي هو يعني أساسي جدا وهو أن لا بد من الحفاظ على تلك المشاريع، لأن بطبيعة الحال تطلب مجموعة من المسائل اللي عندها علاقة بالشأن التنموي، سواء قطاع التعليم أو قطاع الصحة إلى غير ذلك، ولكن في نفس الوقت لا بد من أن هذه اليوم مع التعليمات الوزارية هي صادرة على الصعيد الوطني تتعلق بإلغاء هذوك الاعتمادات واسترجاعها. بطبيعة الحال يعني كمنظومة إقليمية كعملة، وإن كان يعني هذه المسطرة اللي هي شكلية كنا نقول يعني في الشركاء كنا متفقين أنه كل طرف سيساعد. إذا مع التعديل هذا بطبيعة الحال ما يمكنش الجماعة الترابية تساهم في هذا الكاس، ولكن بالتنسيق حاولنا ما أمكن أننا نعوضوا هذاك الخلل أو هذاك عدم المساهمة، فلقينا أن واحد مليون درهم أنا شكرا على معكم يعني من خلال عبد الرحيم السي ولاخر أن 1.5 مليون درهم غادي نعوضوا بها هذاك الإشكال ديال الكاس. إذا الكلمة ستقول لكم حيث هذه التعديلات، ولكن قبل المناقشة لابد من عرض